معنا الآن عبر الهاتف من القاهرة محمد علي الديب، عضو هيئة التمريض في المعهد القومي للأورام. ومعنا أيضا عبر الهاتف من القاهرة الدكتورة منى مينا، العضو السابق في مجلس النقابة العامة لأطباء مصر. ومعنا أيضا من القاهرة الدكتور إسلام عنان، مدرس اقتصاديات الصحة وانتشار الأوبئة. إذا أرحب بكم جميعا، وسأبدأ معك أستاذ محمد علي الديب، عضو هيئة التمريض في المعهد القومي للأورام، لأسأل ما الذي حدث معكم في المعهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا اشكر لحضرتك واشكر العاملين على القناه ان هم قدروا ياخدوا صوتنا ووصلوه. احنا مبدئيا اللي حصل بالظبط ان احنا كان عندنا حاله اصابه واحده بس. احنا كنا شغالين في مستشفى اسمها مركز اورام دار السلام او مستشفى هرمل، ودي مستشفى تابعة للمعهد القومي للاورام لكنها مش في المعهد. اول اصابه كان لزميل لنا كان اسمه زيد، الحاله دخلت طوارئ في المستشفى نفسها اللي هي مستشفى هرمل. كان طفله اسمها اروى كان عمرها يتراوح من 4 لـ5 سنين. الطبيبه النايبه اللي كانت موجوده في الطوارئ ساعتها قالت ان الحاله اشتباه كورونا لانها جايه بارتفاع في درجه الحراره والتهاب شديد جدا في الصدر. عملت لها سي تي وقالت ان الحاله اشتباه كورونا. بعد كده الحاله طلعت اتحجزت في الدور الرابع حسب البروتوكول بتاع المستشفى، طلعت اتحجزت في الدور الرابع. والطبيبه مشكورا بلغت التمريض زميلنا ان ما حدش يتعامل مع الحاله دي او يتعاملوا بعض حذر شويه لان الحاله اشتباه كورونا. بعد كده الطبيبه اتصلت بالدكتور عماد عبيد، وده يعني مدير القسم، اتصلت بيه وقالت ان هي عايزه تسحب للحاله مدحه، بس طبعا الدكتور عماد رفض وقال ان الحاله مش هيسحب لها مدحات ولا حاجه. طبعا اللي اشتغل على الحاله دي هو كان سيد، بعدها بيومين ارتفاع شديد في درجه الحراره، هو كان معانا في المستشفى في سكن المستشفى. احنا طبعا اللي اخذناه وابتدينا نتحرك، طبعا اداره المعهد بلغناهم من اول ما سيد سخن، طبعا ما فيش اي استجابه ليهم وقالت ودوه اي مستشفى حميات او خدوه روحوا البيت. ده سكن المعهد القومي للاورام. لا هو مش سكن المعهد، هو سكن في المستشفى نفسها، يعني سكن تبع مستشفى هرمل. الهرمل تبع المعهد فيه. تمام. حصل ان سيد طبعا ارتفع في درجه الحراره وان هو الموضوع بيتطور واحنا مش عارفين نعمل ايه، فاحنا خدناه وابتدينا ان احنا نتحرك بيه على المستشفيات المختلفه لغايه ما وصلنا لمستشفى حلوان اللي هي مستشفى العزل حميات حلوان، وبنا هناك عزلوه واخذ العينه وطلعت ايجابيه. طبعا كل ده وكان المعهد عارف، ومعانا كانت مديره المعهد، نائب مدير المعهد الشؤون التمريضيه الدكتوره ريم، وكمان كل ده كان على علم بيها، بس هي في الاخر انكرت وقالت ان هي لا ما تعرفش حاجه، وان السبب في وجود الكورونا في عندنا في المعهد هو سيد ده، بالرغم ان سيد ده اصلا شغال في مستشفى برايفت. ما فيش مشكله، كلنا شغالين في مستشفيات برايفت، بس هو شغال في مستشفى برايفت وكان موجود فيها قبل الحادثه، يعني قبل ما يحصل عنده الموضوع، وكان موجود بعدها لان هي قالت في كلامها. طيب وانتشر، يعني يمكن ان نعتبره المريض رقم صفر مثلا زميلك سيد، ولكن انتشر الآن. نحن نعلم أنه في إصابات 3 أطباء وأعتقد 12 أو 15 ممرض أيضا في المعهد. أنت محمد هل تم إجراء الفحص عليك، فحص كورونا؟ لا ما تمش إجراء علي الفحص. أنا إحنا كنا حوالي 6 أو 7 من الناس اللي رحنا مع سيد للمستشفى، وبلغنا إدارة المستشفى إدارة المعهد عندنا إن إحنا كنا مع سيد وإحنا المفروض نتحجز، قالوا لنا أنتوا 7 أيام أجازة في البيت لغاية لو تظهر لكم أعراض هنيجي نعمل لكم مسحة، ما ظهرتش أعراض هخليكم في البيت. بس إحنا على عموما إحنا مش متابعين كلامهم، يعني إحنا كده قاعدين في البيت، إحنا بقالنا أكتر من 10 أيام وإحنا موجودين في البيت، ما حدش مننا راح يعني، بس الحمد لله ما فيش أي أعراض ظهرت يعني حتى الآن. طيب ابقى معنا وسأتحول إلى الدكتورة منى مينا لأسأل عن رأيك دكتورة في يعني مدى الحماية المتوفرة لأفراد الطواقم الطبية في مصر وما حدث نموذج، وهي مشكلة طبعا في خارج مصر، يعني حتى هنا اليوم ممرضة استقالت من عملها لأنه رفض المدير في المستشفى أن ترتدي الكمامة لأنها تزعج أو يعني تثير الجزع بين المرضى. ما رأيك في الحالة في مصر؟ مساء الخير يا فندم. الحقيقة بيجي لنا شكاوي كتير قوي. أنا حاليا مش عضو مجلس نقابة لكني متطوعة في لجنة الشكاوي، فبيجي لنا شكاوي كتير جدا
من نقص توافر وسائل الحماية. وسائل الحماية طبعا ليست الكمامة فقط، ولكن في تعليمات وإرشادات لمنظمة الصحة العالمية فيها الكمامة وفيها حماية العين وفيها القفازات وفيها الجونة والمريالة الواقية. والكمامة بيختلف مفروض نوعها من قسم القسم اللي بيشتغل في حاجة عامة غير اللي بيشتغل في عناية مركزة غير اللي بيسحب عينات. عندنا شكاوي كثيرة جدا من الأطباء على نقص مستلزمات العناية، والحقيقة الشكاوي اللي بتصل أنا برفعها للزملاء في النقابة، وتوجهت مخاطبات كثيرة حوالين الكلام ده. طبعا بعد توجيه عديد من المخاطبات في تحسن بدرجة أو بأخرى، ولكن ما زال في شكاوي أوقات بتبقى أكتر في قطاع، أوقات بتبقى أكتر يعني قطاع نركز الكلام عليه ونطلب له توفر كذا وكذا تتحسن نسبيا، وبعدين نجد قطاع تاني. يعني احنا عندنا مستشفيات خاصة بوزارة الصحة ومستشفيات خاصة بمستشفيات الجامعية على وزارة التعليم العالي، فنجد يتوفر هنا نسبيا عشان يعجز هنا نسبيا وهكذا. والكلام ده حقيقة واجهت النقابة نداءات واضحة ان خطورة ده ليس فقط على الفريق الطبي، ولكن الفريق الطبي إذا ما التقط العدوى هيبقى عندي خوف إن الفريق الطبي يقابل عادة المرضى، وبالتالي هم الفئة الأسهل إنها تتعدي، سواء المرضى دول مرضى مثلا غسيل كلوي لا يتوقف في هذا الوقت، مرضى أورام، مرضى غيرها. فالتقاط الفريق الطبي للعدوى بدون دفعات كافية يرشح ده للانتقال، صحيح، لأنهم الحلقة الأضعف هنا أيضا. صحيح. أيضاً. طيب اسمحي لي أتحول إلى دكتور إسلام. اسمحي لي وقوع أيضا اسمحي لي باختصار دكتور، لو سمحتي. انتشار الأمر وسط الفريق الطبي يخيفنا من إن احنا نيجي في أوقات معينة من مقاومة هذا المرض لا نجد جيشنا. يعني دايما بيتقال الأطباء والفرق الطبية هم جيش محاربة الكورونا. صحيح. إذا كنا بنترك جيشنا بدون حماية، فالخوف الشديد أن نأتي في لحظات لا نجد من يدافع عنا في هذه المعركة الخطيرة. طيب دكتور إسلام عنان، يعني وأنت يعني متخصص في اقتصاديات الصحة، هل مشكلة عينات المسح في مصر والافتقار إلى العدد الكافي كما استمعنا من محمد في البداية، هل هي مشكلة موازنة لا توجد الأموال لشراء هذه العينات، أم أن هناك الجانب العلمي أنه نفس العينات يعني حتى الدول الثرية لا تستطيع تأمين كميات كافية لأنه فيروس جديد؟ مساء الخير. مساء الخير عليك أستاذ نوران، أستاذ محمد، دكتورة منى. نقص البي سي آر والمسحات في أكبر من عامل. أول عامل إحنا في مصر كان وزيرة الصحة أعلنت إن في 25,000 تيست هيتعمل، هي الفكرة كلها هيتعمل فين وإزاي. أنا شايف الجزء الأكبر ويعني الجزء اللي كان قاله أستاذ محمد كمان هي فكرة التنسيق في الأبحاث والتيست. حاليا لو كان في اي حاله موجوده، الحاله اللي موجوده دي بتتبعت ازاي وبيتم الحاله دي من مكان لمكان ازاي. معهد الاورام مثلا ده تابع للجامعه لوزاره تانية غير وزاره الصحه التعليم العالي. ايه التنسيق اللي موجود ما بين التعليم العالي ووزاره الصحه؟ احنا في تصريح من معهد الاورام استغربناه جدا ويشير للنقطه اللي حضرتك بتقوليها دي، فكره ان هم احنا الحاله عارفينها من اسبوع. احنا ليه ما عرفناش من اسبوع؟ لو كان الحاله دي طلعت من اسبوع وتم اختار من وزاره التعليم العالي والجامعه لوزاره الصحه والحجر الصحي كانت الاجراءات هتبقى مختلفه. هل احنا فضلنا اسبوع؟ نعم. في مستشفى فيها 600 ممرض و750 دكتور. انه هؤلاء يعملون في مستشفيات اخرى تقريبا معظم الافراد الطاقم. ونقطه ثانيه يعني اضيف على كلامك كمان نقطه مهمه جدا، لما تسالوا على الحاله صفر هي طيب كانت مخالطه لمين؟ قالوا ما نعرفش. طب هو ده معناه ان دي مش اجراءات حجر صحي، لان اجراءات الحجر الصحي بتاعت وزاره الصحه اول حاجه فيها التقصي للحاله تسنوب ويقول يعني نرجع لغايه ما نشوف خالط كام شخص. معنى ما عرفوش غالبا ان معهد الاورام وان المستشفيات اللي هي تابعه لوزاره ثانيه وزاره الصحه ما فيش تنسيق ما بينها وما بين الحجر الصحي، بدليل ان احنا فضلنا اسبوع ما فيش اي حد عنده علم ان في حاله كورونا في مستشفى معهد اورام. كل الناس اللي فيها اميونو كومبرومايزد، يعني عندهم نقص في المناعه وبيتعاملوا بكيمو، والمرضى دول المرضى رقم 3
في مستوى الوفيات على مستوى العالم. فبالتالي في مشكله. انا بس حاجه صغيره، يعني القصه دي احنا عرفناها عشان ابتدت تنتشر. احنا عندنا كام معهد اورام تابع برضو لوزاره اخرى، عندنا كام مستشفى كذلك، صحيح. فاحنا مش محتاجين نستنى وهي لغايه ما هي تظهر النقطة التي ونكتشفها. أثارت بالفعل كثير من القلق، ولكن أنا سأعود إليك محمد علي الديب من جديد لأسأل، يعني كيف تفكر أنت وزملاؤك الآن في الوضع؟ يعني إذا لم تكن هناك عينات مسح وليست هناك معدات الوقاية التي تحتاجونها، هل يمكن أن يعني تمتنع عن الذهاب إلى العمل مثلا خوفا على سلامتك حتى لو أدى هذا إلى فصلك؟ هل يمكن أن تستقيل، أو هل تعلم من دائرتك من يمكن أن يستقيل؟ هو احنا فعلا في بيننا وبين بعض تواصل كفريق التمريض بتاع المعهد، واحنا كلنا مصرين ان هو يا اما يتعمل لنا مسحات ويا اما احنا مش هنرجع نعمل تاني. احنا ما عندناش مشكله ان المعهد يتحول كله حجر صحي، واحنا ما عندناش مشكله ان احنا نشتغل في الحجر الصحي، احنا ما عندناش مشكله، احنا ما بنقولش المرض لا، بس في نفس الوقت يوفر لي امكانيات، يعني وفر لي امكانيات وانا ما عنديش مشكله ان انا اشتغل، انا وفر لي فاسيلتي. احنا عندنا في هارميل ديت اللي احنا اللي زميلنا اتعدى منها، احنا عندنا الماسك الجراحي ده العادي، وعندنا حتى الجوانات بتاعتنا اللي هي المفروض ان هي بيجيبوها لنا عشان خاطر العزل، جوان نص كم وقصير جدا، اللي هو ما ينفعش، حتى ما ينفعش يعني حاجه عزل كده ما تنفعش خالص جدا ان احنا ممكن نلبسها حتى في عزل حاجه عاديه. ولكن اذا لم تتوفر الادوات المناسبه لن تذهب الى العمل؟ اكيد بالتاكيد طبعا لا، ولا انا ولا اي حد تاني. شكرا جزيلا لك محمد علي الديب، عضو هيئة التمريض في المعهد القومي للأورام، وشكرا للدكتورة منى مينا العضو السابق في مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، وأشكر أيضا من القاهرة الدكتور إسلام عنان مدرس اقتصاديات الصحة وانتشار الأوبئة.